نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأنيميتور في برنامج نفس أوركس. برنامج نفس أوركس ده برنامج من برامج الفور دي زائد الفايف دي. الثري دي احنا عارفينه اللي هو بيعمل لي مجسم، بس لو انت بتتكلم على بيم يبقى لازم اول ما تعمل سيلكت على اي عنصر يديني ان العنصر ده نوعه ايه، حيطة ولا باب ولا شباك، عكس البرامج التانية زي 3 دي ماكس بيبقى بيرسم كتل فهو مش عارف ايه دي من ايه دي. تمام، فده طبعا بيفرق كتير لو انت عايز تعمل الكليشيات، لو انت عايز تعرف الحصر بتاعك عندك كم باب وكم شباك وكم كاميرا وكم ماسوره، فبتفرق كتير جدا لما تكون عامل الحاجه بالبيب. طيب ايه بقى الفور دي؟ الفور دي ان انا بضيف بعد الزمن، يعني لو تجي تبص كده وتقول له اشتغل هيبدا يوريك الحاجات بتاعتك واحده واحده، الخطوات بتاعت الشغل بتاعك. تمام، يعني انت مش معقول هتعمل الدور الخامس وانت لسه ما بنشتري الدور اللي تحت، فهيبدا يعمل لك الارضيه بتاعتك وبعد كده يعمل البيزمنت، يقدر يعمل الدور الاول الثاني الثالث، يبدا يشتغل تدريجيا. تمام ماشي. طيب احنا كده اتفقنا على موضوع البعد الرابع. ايه بقى البعد الخامس؟ البعد الخامس ان انا اعرف الحاجه هتتكلف مني كام بالظبط، مش مجرد حصر كميات، لا حصر تكلفه. يعني ايه؟ يعني الباب دوت هيكلفني قد ايه كان انت اشتريته، كالعمال اللي اشتغلوا، ولو فهم اول من الباطن هياخد منك كام، هتشتري هاردوير بقى قد ايه، المسامير قد ايه، وتحسب السعر فيجيب لك بالظبط هيكلفك قد ايه ان شاء الله. تمام، فهو البرنامج برامج السهله جدا والممتازه مترتبه. تمام، يعني انت بتشتغل اصلا ما تبقاش حاسس بالكميه الحاجات اللي هو بيعملها لك، بس لما تيجي مثلا تلاقي عندك حاجه اسمها كلاش ديتكتيف بتدوس عليها بيديك امكانيه ان انت تعمل كلاشات بطريقه قويه جدا، يعني ممكن تكون الماسوره مش ملامسه مع سلك كهرباء ويروح قايل لك طيب لو الفرق بينهم مثلا 5 سنتي هعتبرها كلاش. تمام، فده ادفانس شويه على الريفت او اي برنامج برامج 3 دي. تمام، التايم لينير ده اللي بتبدا تحط فيه مثلا موضوع الزمن، الكوانتيتي ببدا اشوف الكميات والفلوس اللي هيكلفنا قد ايه، الديسك ريندر بيعمل لك ريندر وخفيف وسريع. على فكره لما تيجي تلف البرنامج ما تلاقوش بياخد وقت زي البرنامج اللي معمول فيه، لان هو برنامج مش نمزجه، يعني ما لكش ان انت تعمل حيطه او تعدل في حيطه، لا هو مجرد بياخد العنصر ويبدا يضيف عليه الباص زمن او يشوف الكليشات او يعمل عليه انيميتور او او او. تمام، طيب ايه حكايه الانيميتور؟ الانيميتور دي حاجه سهله جدا وبسيطه. تمام، اللي هو ان انا اخلي العناصر نفسها تشتغل معايا وتلف معايا وتكبر معايا. يعني مثلا فرض مثلا ان انا عايز عندي شويه شجر وعايز الشجر ده ينمو، فيبدا الشجر يبقى صغير ويبدا يكبر معايا، عايز الكرين ده يلف اخليه يلف معايا بالشكل دوت. اه تمام، الكرين بيلف بيدي حياه للمشروع. تمام، اخلي في عربيه بتتحرك، اخلي الابواب تفتح، يعني اول ما اقرب من الباب بيفتح، يعني ابدا اعمل شويه حاجات. تمام، طيب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ ماشي، ادخل على الانيميتور، بدوس على الانيميتور بتبدا تظهر معايا، بلاقي انها مش اكتف، في غلطه حصلت انا عارفها بتحصل مع ناس كتيره وتلاقي الموضوع كده واقف معايا. اللي حصل ايه؟ ان التايم لينير شغال. تمام، فما دام شغال هو بيوقف الانيميتور ويوقف حاجات كتيره جدا لحد ما انا اجي اقول له انا خرجني من السيميليت دوت ووديني التاسكس او الداتا سورس او الكونفجريشن. المهم ان انا اخرج من وضع التايم لينير بتاع المشروع بتاعي، فاقول له لا ارجع للتاسكس، الانيميتور هبدا الاقيها بدات تشتغل معايا. ده الخاص بالكرين دوت، ان الكرين ده يلف. هنبدا نشوفه يعمل ازاي ده كده، هنبدا نعمل شويه حاجات ممكن تكون بعضها مش منطقيه بس كامثله هتحتاجها بعد كده. تمام، يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عايز الباب دوت يفتح، تمام، لو انا عايز الباب ده يفتح اعمل ايه؟ اجي هنا اقول له اد سين، ادفع عليه الراك كليك واقول له اد انيميشن ست فروم كرنت سيليكشن، يعني ضيف لي الحاجه اللي انا محددها دلوقتي، فهو ضاف لي العنصر دوت. يبقى الحاجه اللي انا اعملها هنا هتاثر على الباب دوت، هتخلي الباب ده يفتح يقفل،
يفرقع يقع زي ما هنديله الامر معاه. قال لي هنا التايم لينير ده وقت زمن، يعني بيقول لي من ثانيه هتاخد من ثانيه واحد للثانيه اثنين هيحصل كذا. تمام. اللي شغل على برنامج فاشل اللي هي نفس الفكره، اللي شغل على برامج الجرافيك او برامج السينما بنفس الفكره، بديله بقول مثلا في ثانيه كذا للثانيه كذا اعمل الموضوع ده. تمام. طيب انا عايز دلوقتي يفتح، عندي ثلاث حاجات موف وروتيت وعندي السكيل. السكيل ده لو انت عايز حاجه مثلا تبان صغيره وبعد كده تكبر، يعني ممكن الاعمده اعمل فيها شغله بسيطه انها تبان صغيره خالص وبعد كده تكبر معايا. تمام. خلينا الباب دلوقتي في الروتيت. طيب عندي دلوقتي هنا ممكن اقول له ايه كابتشر كي فريم، كابتشر كي فريم خلاص حط لي هنا الكي فريم بتاعي، دي اول نقطه. طيب نروح بقى على النقطه الثانيه. تمام. واقول له اعملها لي روتيت. تمام. طيب النقطه هنا في نص الحاجه، فهمسك الدوريه او الكره ديت وانزلها لحد هنا. تمام. وليا ان انا اقعد الف حول المبنى. تمام. وليا ان انا اعمل هايد لان اي حاجه ملهاش سيلكت. تمام. كل دي اختيارات انا بختارها عشان اسهل على نفس الشغل. تمام. طيب ايه اللي انا دلوقتي عايز اعمله؟ عايز اعمل له روتيت. طيب همسك كده واعمل له روتيت عادي خالص اهو بالشكل ده، واقول له اعمل لي نقطه كمان. تمام. طيب الغي الهايد اند سيلكت وابدا اشوف ايه اللي حصل. تمام. هرجع لاول فريم. تمام. اهو واقول له ايه اعمل لي بلاي. بالشكل ده بتلاقي الباب بيفتح معاك بسهوله جدا اهوت. المهم بس ما اخبطش في اي حد حاطط الكراتين، اي حد حاطط حاجه عشان الموضوع يشتغل معاك. تمام. دي الفكره ببساطه خالص. ممكن انت تعمل العكس، يعني ايه؟ يعني خلينا نعمل التراجع عن اللي احنا عملناه. تمام. انا عايز الباب يقفل مثلا، يبقى اخر فريم هو القفل. ممكن اعمل ايه؟ اجي هنا اقول له مثلا كوبي واجي هنا انسخ، او اجي هنا يعني ليه ان انا انسخ الكي فريم دوت واجي في مكان تاني اقول له في هنا اعمل ليها لصق. تمام. ماشي. او ممكن اجي اعمل حاجه تانية، اجي هنا اخلي الباب ده في الاخر خالص مش هعدل فيه واجي في الاول، العكس بقى في الاول اعدل انا فيه اقول له خلي الباب كده يفتح. او بص هو كده بيعمل من النص، لا لازم ايه اجي اخلي الباب يفتح المكان اللي هو فيه الحاجه اللي هي تخليه يلف حوالين المحور بتاعه. تمام. اجي هنا احركه بالشكل دوت واديله الكي فريم وبعد كده هتحرك ولما ارجعه مكانه احط له كي فريم تاني. تمام كده. لما نيجي تبص على الشغل بتاعنا هيبقى عامل ازاي، هاجي اقول له ابدا من اول فريم، هلاقي الباب كان مفتوح وجي واحد غلس فاحنا مش عايزينه يدخل، فاروح ايه قافلين الباب. تمام. دي فكره بسيطه. تمام. اتمنى انها تكون وصلت للجميع ان ازاي اغير في الحاجه. طيب خلينا نعمل هايد اند سيلكت. دلوقتي لو انا عايز اتحكم في السكيل وليكن مثلا البايلز ديت، دوس هنا رايت كليك واقول له اد سكينز واربطها بالعناصر ديت عن طريق ان انا اعملها سيلكشن، واجي هنا اقول له اد انيميشن سيت فروم كرنت سيلكشن. طيب انا ممكن هنا من التايم لانير احدد اخر لقطه اللي عايز اوصل لها وليكن مثلا بالشكل دوت، دي هخليها اللقطه اللي هي موجوده حاليا، واحرك المؤشر بتاعي لاول لقطه اللي هي 0 0. تمام. اجي هنا ممكن اكتبها. تمام. دي ممكن اعمل لها بقى ايه موضوع السكيل، ممكن مثلا اخليها بالشكل دوت واروح ضيف له كي فريم وهتبقى طالعه معايا بالشكل دوت. تمام. ممكن كل العناصر اللي انت عايز تعملها تعملها بالشكل دوت. طيب الكي فريم، الكي فريم كان معمول له لقطه في الاول ممكن نلغيها نعمل اللي احنا عايزينه.
الكرين دوت هبدأ أعمل عليه سيلكت بالشكل دوت، ده الكرين ممكن تدخل جواه وتبدأ تحدد ايه العناصر اللي انت عايزها تلف معاك، ممكن حاجات مثلا بالشكل ده. طيب انا عايز تلف معايا، هقول له ضيف لي لقطه جديده، نجرب بس تنظيم، رايت كليك اد انيميشن سيت فروم كرنت سيلكشن. طيب انت عايزها تبدا تلف معاك، ابدا اسحب النقطه ديت، ممكن اقول له اد ان سيلكشن تمام الروتيت، هو انا محدد الروتيت في النص بالظبط. طب لا انا مش عايز يلف من النص، انا عايز يلف من النقطه دي، اسحب دي احطها هنا كده، اتاكد انها مظبوطه للنقطه دي تمام. ابدا احدد اول نقطه واسحب شويه وابدا اعمل له الحركه اللي انا عايزها مثلا بالشكل دوت. طيب وابدا اضيف النقطة الأخيرة تمام، وأبدأ أشوف هيبقى عندي شغل معمول إزاي، هتلاقي إن هو بيلف بالشكل ده تمام. عايز تعدل في الزمن ممكن تحرك النقطة دي زي ما أنت عايز تخليها أسرع شوية. طيب تعال نشوف إيه الاختيارات اللي عندنا هنا في قلب البرنامج. بلاقي عندي أكتف، أكتف دي يعني متفعلة ولا لأ، يعني لو أنت شلتها وقلت له حرك مفيش حاجة تتحرك تمام، ممكن تكون أنت عامل الأنيميشن بس مش عايزه دلوقتي، فبتروح قايل له إيه نون أكتف، كده انت مش هتحتاجها خالص تمام. طيب اللوب يعني ايه؟ تعال نشوف يعني ايه لوب تمام، خليها اسرع شويه. اللوب عباره عن ايه؟ ان هو هيخلص ويكمل شغل، يخلص ويكمل شغل مش هيوقف. طب ايه البي بي؟ اللي هي البي بي دي اللي هي بينج بونج، كانك بتعمل حاجه واول ما تخلص ترجع تاني، يعني خلينا نشوفها كده بينج بونج تمام، اول ما يوصل لاخر لقطه يرجع تاني لاول لقطه. ممكن تكون انت عايز الباب يفتح واول ما الراجل يجي يدخل يروح قافل في وشه، فده ممكن نعملها ايه؟ بان احنا نعمل انيميشن ونعملها بينج بونج تمام. ممكن تنزل كل العناصر تبقى شغاله معاك بالشكل ده تمام. طيب ممكن تعمل موضوع الموف، يعني ممكن مثلا لو انت عندك عربيه، خلينا ننزل كل العناصر انا هاي بقول ماشي، لو انت عايز مثلا السقف ده يتحرك تمام، او عندك عربيه عايز تحرك تمام، يعني الحاجات دي الثلاث حاجات دول ممكن تعمل بيهم اي حاجه انت عايزها. ممكن تخلي العربيه تتحرك، ممكن تخلي الشجر يكبر، ممكن تخلي الكرين يقعد يلف حول نفسه، البيبان تفتح، الشبابيك تفتح، الحيطان تقع، زي ما انت عايز. هقول له مثلا انا عايز اعمل موف، هقول له ضيف الوقت واحد جديده تمام، وهقول له ديت اعمل لي العنصر اللي انا محدد دلوقتي تمام. طيب العنصر ده ايه اللي فيه؟ ممكن اقول له اول لقطه خليها، يعني خلينا نعمل اللقطه اللي بعد كده اللي هو في يعني اخر حاجه هيستقر فيها اللي هو الوضع الحالي ده، هقول له خلي ده هو ده، اعمل هنا كفري. طيب والوضع الاولاني اللي هو صفر صفر، انت لو لقيتها مش هتيجي تيجي معاك بالظبط ممكن تحرك تدوس كنترول وبكره الماوس تلاقي سهل انك تحدد، وممكن تيجي هنا تكتب على طول صفر صفر تمام، وابدا اقول له اعمل لي موف. الموف ده عباره عن ايه؟ ان انا هطلع بسقف كده تمام، واقول له ابدا اتحرك معايا. انا لسه ما اديتوش كفري تمام، بعد ما هقف هنا كده اقول له موف تمام، اقول له خد الكفرين دوت واقول له ابدا الشغل بتاعك، هتلاقي سقف راح وقع تمام. دي بعض الحاجات اللي هتسهل عليك ايه ان انت تعمل فيديو كويس، يعني مش مجرد ان الحاجه بتبدا تظهر معاك، لا ده بتظهر وفيها حركه كمان تمام. طبعا دي طويله قوي، هيكون الراجل اللي جاله شلل على ما السقف ينزل، فايه هنوقفها شويه، هنقلل الفتره الزمنيه بتاعتها تمام.
يعني هنا هو واخد كتير أوي فعلا. أقول له أخليها بالشكل دوت. ممكن نخليهم كلهم 4 ثواني مثلا. طيب جميل جدا، احنا عملنا كده الانيميتر، بس ايه لزمته؟ عايزين نخليه اكتف مع مع التايم لينير، عايزين نخليه اكتف مع الشغل بتاعنا. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ده التايم لينير بتاعي ماشي، ده انا ممكن اقول له ان في الحاجه ديت خلي لي اول ما توصل للوقت، اول ما توصل ان انت تبدا تشتغل في البايلت مثلا، اعمل لي عمليه فلانيه. تمام، هضيف هنا خانه للانيميتر ماشي، هقول له ايه؟ هقول له ضيف لي خانه من شوز كولوم، هقول له اختار لي مثلا فين الانيميتر. اهي عندي انيميشن وانيميشن بيهافير اللي هو سلوك، السلوك بتاعه بيعمل ازاي. تمام، طيب انا هقول له هنا مثلا شغل لي، خليها مثلا ده كان انا واحد أربعة اللي هو الكرين. خلاص أقول له مثلا ضيف لي الرقم 4. تمام، طيب بيقول لي أنت عايزه إيه؟ يظبط الوقت بتاعه معاه ولا عايزه ماتش ستارت أو ولا ماتش إند؟ يعني عايزه يبدأ معاه أول ما يبدأ معاه، ولا أهم حاجة بالنسبة لي نقطة النهاية. خلي بالنا الوقت بتاع الزمن دوت مثلا ممكن يكون مثلا مديله 4 ثواني. طيب الحاجة ديت مثلا لما ال7 ايام دول بيمثلهم عندي في قلب العرض 3 ثواني، فيبدا في نفس نقطه في نفس يوم البدايه، ولا اهم حاجه بالنسبه لي نقطه النهايه؟ انا اقول له اهم حاجه بالنسبه لي الماتش ستارت، خلي الستارت مع الستارت، واقول له اعمل لي السيموليت بتاعي. الكرين هو بدا يظهر وبدا يتحرك معايا. تمام، ممكن برضو السقف، اشوف السقف ده انا عملية واقول له خلي السقف يظهر معايا وهو بينزل. الباب برضو اربطه بيه، يعني عندي حاجة بالنسبة لي سهل جدا ان انا ابدأ اشوف ايه المهمة اللي هشتغل بيها. تمام، مثلا الدور اشوف الدور بتاعي كان رقم كام. 2. طيب اقول له خلي الدور بتاعي ياخد الورك سيت دي. السقف بتاعي فين؟ السلابة بتاعتي أبدأ أديها الأدمشن بتاعها، هي أظن كانت رقم 5، رقم 5. طيب أقول له خلي دي رقم 5. سيموليت انت بقى شايف ان دي مثلا سريعه شويه، تبدا تظبط الوقت بتاعها، او شفت الحركه دي هي دي اللي انا عايزها، اللي هي ايه؟ ان السقف ينزل بالشكل دوت. تمام، دي اللي فرق بين الشغل اللي هو الراجل حس كده فيه بالحركه، وبين ان حاجه مجرد بس انيميشن. احنا بنطلع درجه درجه، اول درجه ان احنا بنعمل مبنى 3D ونوريه للعميل، فالعميل برضه جميل جدا بس مش شايف ان هو فرق كتير عن الماكس. فانا ضفت له حاجه تانية اللي هو التايم لينير، خليت الحاجه تبدا تظهر واحده واحده، اللي تبدا تظهر الاعمده، وبعد كده تظهر السقف، وبعد كده تظهر الحيطان، وبعد كده تظهر الابواب. تمام، وممكن واحد يركب الباب قبل ما يركب الحيطان، ما تعرفش ازاي، بس يعني في المقاولات اي حاجه تتوقعها او لا تتوقعها بتحصل. تمام، بلاش نتكلم في الفضايح. الحاجه اللي بعد كده ان الحاجه تبدا تظهر بشكل سينمائي او بشكل جميل، ان يلاقي الباب بيفتح معايا. هنبدا نشوف دلوقتي ازاي يفتح لما اديله امر، مش مجرد تايم لينير. تايم لينير بيستنى الوقت بتاعه، بيستنى النصيب، بيستنى العدل. انما اللي بعد كده ان انا اقول له لما ادوس حرف كذا افتح كذا، ولما تدوس حرف كذا اعمل كذا، ولما يبدا الوقت. دي حاجه اسمها سيكريبتر، هنبدا نشوفها دلوقتي. تمام، المهم كده يكون بس الموضوع وصل، اراجع عليه مراجعه سريعه.
تمام، هدخل الانيميتر هلاقيه مش اكتف معايا طول ما انا موجود في السيميليت، تمام، لازم اخرج منه اروح لاي حاجه من الثلاثه دول، الانيميتر بضيف اي سنس انا عايزها تمام، وابدا اربطها باي عنصر وابدا احدد لها نقطه بدايه او نقطه نهايه، وسهل جدا ان انا بعد كده اعدل فيها لو انا حسيت انها سريعه او بطيئه، تمام، لان انا عندي هنا التايم لينير انا بتحكم فيه، بقول له الوقت ده هيقعد قد ايه، يعني انا عايز ال 20 سنه اللي احنا هنشتغل فيهم مش معقول هعمل له العرض بتاع 20 سنه، يعني انا دلوقتي مثلا انا دلوقتي شغال في مول في قطر المفروض مثلا بيخلص في 3 سنين، مش معقول هخلي الراجل اللي جاي يتفرج على العرض يقعد 3 سنين، لا هعمل له عرض مثلا في 5 دقايق يتفرج على المشروع كله من اوله لاخره. انت مثلا لما تتفرج مثلا على الثلاثيه بتاعت نجيب محفوظ مش معقول عشان تتفرج على الثلاثيه تقعد لك ثلاث هو قعد قد ايه تقريبا 90 سنه، لا بيختصر لك اللقطات، تمام، فانا بقول له انا ده 20 ثانيه، ف20 ثانيه دول هيمثلوا قد ايه في الحركه مثلا بتاعت السقف، ببدا اظبط بتاعي بحيث ان الشغل بتاعي يطلع شغل نظيف ان شاء الله، تمام. طيب نرجع تاني للانيميتور، الاقي ان انا لما بقول له هنا اد كاميرا، ايه الكاميرا ديت؟ ممكن اضيف كاميرا وابدا اخلي الكاميرا تتحرك معايا، يعني ايه؟ هقول له في اللقطه دي لما تيجي تشتغل انا عايز الكاميرا تلف، تمام، هقول له خلي الكاميرا اكتف واحدد لها نقطه بدايه واحدد لها، انا كده بتحكم في الكاميرا نفسها مش في الشغل نفسه، تمام، الف كده واحدد لها النقطه بتاعتي، فكده لما هاجي اشغل حاجه بتلاقي الكاميرا نفسها بتلف معايا. تاني لو انا دلوقتي المشهد دوت بيحتوي على اللقطه بتاعت السقف، بس انا لما بحركش الكاميرا لو انا مش مشغل الكاميرا وعامل لها ان اكتف بتلاقي الحاجه ثابته. طيب انا عايز اخلي في كاميرا اعمل ايه؟ خليها نلغي الكاميرا ديت احطها تاني، هاجي هنا هقول له انا عايز اضيف لي كاميرا، فبيقول لي ما عنديش كاميرات، طيب هنشتري كاميرا دلوقتي بس خلينا نحط الكاميرا دي مؤقتا، هقول له انا عندي الكاميرا ديت فيها مشهد اساسي تمام، ولف لي خد لي واحده ثانيه مع نهايه السقف كده تمام، خد لي لقطه ثانيه ليكن مثلا نلف شويه وضيف لي مشهد تاني ونبدا نحرك، تمام. طيب دلوقتي انا ضفت كاميرا، طيب انا عايز يبقى في كاميرا ثانيه جاهزه، عندي حاجه اسمها الفيو بوينت، هنا هبدا اقول له سيف بوينت، دي اول مشهد عندي، هضيف مشهد تاني بالشكل دوت، اقول له ضيف لي مشهد تاني، واقول له ضيف لي مشهد تالت مثلا كده، تمام، وادوس هنا رايت كليك واقول له اد انيميشن، اعمل لي انيميشن، الانيميشن ده هيبقى عباره عن ايه؟ ان انا اخد الثلاث لقطات دول واحطهم هنا. الانيميشن عباره عن ايه؟ انا خدت صوره من جنب وصوره من جنب تاني وصوره من جنب تالت، هو بيحط لي ده اللي هو الكي فريمز بتاعي، هو بقى بيحط لي فريمات بتوصل بينهم بحيث الحركه تبقى سلسه معايا، تمام؟ لما اجي ابص كده الاقي ده الفيديو بتاعي، تقدر تتحكم في الوقت بتاعها بس احنا بس ايه بنشوف الفكره بتاعتي، تمام؟ اقول له هنا انت ممكن تتحكم في الوقت بتاعها، بتدوس هنا وتقول له اديت وتبدا تشوف الوقت بتاعها 82، احنا مش فاضيين احنا اما 5 ثواني كفايه قوي عليها، تمام، تبقى حركه بالشكل دوت. طيب انا هنا الكاميرا ديت هلغيها، هات كاميرا واقول له انا عايز الكاميرا اللي هي بتاعت الفيو بوينت ديت، هات لي الكاميرا من الفيو بوينت انيميشن، تمام، هي اوتوماتيك راحت وده هم الثلاث لقطات، ممكن تحط 100 فريم، انا بس بشرح الفكره مش عايز ايه اشغل نفسي بان انا هنقعد نظبط الشغل، لا عايز بس اشرح الفكره كلها، تمام، ادي اهو المشهد بتاعي كده انت بقيت مخرج، تمام. طيب جميل جدا، انا عايز بقى ابدا ادخل لمرحله ثانيه اللي هي ان انا اعمل سكريبتر، تمام، ايه هو السكريبت؟ انت عارف طبعا كلكم طبعا اشتغلتوا في السينما والافلام والحاجات ديت او اتفرجوا عليها، في بيبقى سكريبت
مكتوب ايه اللي يحصل لما يحصل ايه. يعني اول ما اقول اكشن تلاقي الناس بتتحرك، اول ما فلان يضرب فلان بالقلم التاني يروح يضرب عليه بقلم تاني. يعني ايه اللي هيحصل اول ما نبدا شغل، اول ما هتلاقي حاجه حصلت معاك سكريبت. وفي البرمجه برضو تبقى نفس الفكره، تمام؟ ان انا اقول له ايه، اول ما الزبون يدوس حرف الاس يعمل كذا، البرنامج اللي انت مبرمجه او ساعات حتى في الفلاش يقول لك ايه، اول ما تدوس مسطره تبدا تضرب رصاص، اول ما تدوس انتر الراجل يموت، اول يعني تبدا تدي شويه حاجات. هنبدا نشوف الفكره مع بعض او السكريبت، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ على فكره انا بس بشرح الفكره، فانت المفروض كل الحاجات دي بتبدا تكتب الاسامي عليها. يعني ده تكتب عليه مثلا ده الروف، تمام؟ تبدا تكتب كل حاجه الحاجه عليها. طيب انا السكريبت هقول له اد نيو سكريبت، تمام؟ تسمي بقى السكريبت ده اي حاجه انت عايزها، وليكن مثلا فلور روف زي ما انت عايز، تمام؟ هنا بتديله الايفنت بتاعي وهنا الاكشن، تمام؟ السكريبت ده يعني مثلا هنقول مثلا مشهد 32 اول مره، تمام؟ مجرد بس اسم مش تفرق معانا اللي بيحصل. الايفنت ده الحدث بتاعي، ممكن اقول له اول ما اقول اكشن تعمل كذا، اول ما ادوس حرف كذا تعمل كذا، اول ما تلاقيني غمزت لك اجري كده، تمام؟ بديله شويه انفنتس. خلينا نبدا باسهل حاجه اللي هو اول ما تبدا اون ستارت، اول ما يبدا يعمل ايه، هقول له الاكشن بتاعك دوس هنا اد اكشن واضيف له بلاي اكشن اللي هو دوت. طيب انا اكشن بتاعي هقول له مثلا ضيف لي المشهد، مثلا المشهد دوت هيبدا امتى؟ هيبدا مع البدايه بتاعتي. هينتهي امتى؟ مع النهايه بتاعتي، تمام؟ تعال نشوف الفكره بتاعتها ونبدا نشرح تاني، تمام؟ هي من انيميشن، اقول له انيبل سيكريت، اول ما اكتفته بدا يتحرك معايا، تمام؟ بدا الانيميشن يتحرك معايا، تمام؟ مجرد ان انا قلت له انيبل سيكريت كل ما فيش حاجه اتحركت غير الانيميشن اللي انا حددته هنا، تمام؟ لازم اقفله عشان ابدا اشتغل. طيب خلينا اقول له مثلا اختار رقم 4 انيبل، بص دي اللي اتحركت، تمام؟ طب لو عايز كذا حاجه يتحركوا مع بعض ممكن اجي هنا واضيف كذا واحده، تمام؟ يعني انا ممكن هنا اضيف كذا اكشن، انا واحد فيهم اللي هيبدا الاول، ده اللي هيبدا الاول وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث برقم الحضور، تمام؟ تاني يبقى انا دلوقتي ممكن اضيف سكريبت جديد، تمام؟ ده سكريبت جديد هسمي ده كريم مثلا، تمام؟ الكريم دوت هقول له بعد 3 ثواني من الاكتف، الاكتف دوت ممكن اكون مثلا ايه قفلت النفس وركس وفتحته، اول ما تاكتف يبدا يشتغل معايا، تمام؟ بعد قد ايه؟ خلينا مثلا بعد 2 ثانية، ماشي؟ طيب مره واحده وانس افتر يعني، ولا هيفضل يشتغل كونتينيوس، يفضل يشتغل ورا بعض، اول ما يخلص يشتغل تاني، اول ما يخلص يشتغل تاني، اقول له مثلا لا خليها مره واحده. طيب انهي اكشن اللي انت هتضيفه؟ عندي كذا اكشن، في عندي اكشن اشتغل توقف الفيو بوينت، خلينا نقول له بلاي اكشن. الانيميشن بتاعي هقول له مثلا خلي دوت. طيب خلينا نجرب، بص اول ما اشتغل بدا الكريم بتاعي يتحرك، تمام؟ خلينا نقول له مثلا 5 ثواني عشان تبان اكتر، ونوقف ديت. قعد ال5 ثواني وبعد كده اشتغل. يبقى هنا ببدا احط اي اسم انا عايزه واشوف اكتف ولا مش اكتف. ده الايفنت الحدث بتاعي، هتلاقي عندي كذا احداث كتيره. ده مثلا اون ستارت يعني اول ما يبدا الشغل، يعني اول ما تفتح البرنامج او اول ما تعمل انيبل للسكريبت يبدا الشغل. التايم ببدا اديله مثلا بعد 3 ثواني 4 ثواني، تمام؟ اون كي بريس، تعال نشوف ايه اون كي بريس، تعال نعمل له حاجه جديد، تمام؟ واقول له ايه اون كي بريس. طيب ايه الاون كي اون كي بريس يعني ايه؟ يعني اول ما ادوس لك على الحرف الفلاني ابدا اشتغل. خليها مثلا ندوس حرف الدي اللي هي الضاريه، واقول له هنا اكشن اعمل لي
الانيميشن اللي هو رقم مثلا 4، يبقى مش هيحصل حاجة غير لما ادوس له حرف الدي. تمام، اقول له ايه؟ انيبل سيكريت باص ان ات انت، يعني لما يخلص يقف. طيب ممكن اسيبه ايه شغال، هقول له انيبل سيكريت. تمام، ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت. اول ما حرف الدي طيب تعال نشوف ايه اللي حصل. انكوي بريس دي كده ملي انيميشن سكندز. اول نص حرف الدي اهو بدأ يشتغل. تمام، تمام. فهي الفكرة كلها ببساطة ان انا بحط هنا اول حاجة، بدخل الانيميتور، ببدأ احدد انا عنصر اللي انا هبدأ اشتغل عليه، واحدد اول بداية بتاعتي هتبقى فين، هيبقى موجود مثلا فين، او الروتين بتاعه هيبقى عامل ازاي، او السكيل او الموف. اول نقطة واخر نقطة هو بيبدأ يعمل حركة بينهم. ممكن اضيف له كاميرا، سواء كاميرا جديدة او من الفيو بوينت. بعد كده ممكن احطها في التايم لينير، ممكن احطها في السكريبت. هنشوف حاجة تانية نعملها برضه في السكريبت. أضيف السكريبت دلوقتي، أقول مثلا خلي ده اسمه دور. الإيفنت بتاعي ممكن إحنا اتكلمنا على كذا واحد، اللي ستارت، التايمر، الكيبريس، الكوليجن. الكوليجن ده لما ألمس حاجة، يعني مثلا أول ما ألمس الباب، الباب بيتحرك. في حاجة تانية هوت سبوت، دي مثلا على صفة معينة، يعني أقول هوت سبوت واقول له عند النقطة ديت. تمام، مسافة مثلا 5 متر تبدأ تتحرك، او خليها 3 متر. تمام، طيب ايه الانيميشن اللي انا عايزه؟ ممكن اقول له اد انيميشن، بليس انيميشن ده اللي هتحرك، ستوب، شو فيو بوينت، هتنقل فيو بوينت معين، اقول له بلي انيميشن. تمام، واختار الانيميشن اللي عندي ونبدأ نشتغل عليه. اقول له انا عايز انيبل سكريبت، وابدا اتحرك بالماوس بتاعي. لا، الباب بدا يتحرك اول ما انا قربت منه. تمام، انا عامله حاسس ان الراجل ده مزعج، اول ما يجي يروح الباب قافل في وشه. تمام، ممكن اقول له ايه تاني؟ ممكن اعمل لي انيميشن، اقول له ضيف لي حاجه تانيه اللي هي شو فيو بوينت. يبقى كده هتحرق البلاي انيميشن، هيخلص يعمل لي شو فيو بوينت. طب يروح لان فيو بوينت، اقول له خليه الفيو بوينت مثلا اللي هو دوت. تمام، طيب نبدا نرجع شويه واقول له انيبل سكريبت، وابدا اتحرك. الباب اول ما اتحرك خلاص راح هناك. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية، اقول له باص مجرد بس ايه، اقف ثانيه كده. تمام، وابدا اتحرك من هنا، اقول له ده مثلا موف اب، يبقى يعمل انيميشن وبعد كده يقف وبعد كده يروح للشو فيو بوينت. تمام، انا هبدا اتحرك اهوت اول مره من الباب، يبدا يتحرك ويروح رايح للفيو بوينت دوت. تمام، ممكن يقف قد ايه؟ ممكن نخليه مثلا يقف ثانيه، ثانيتين، ثلاثه، زي ما انا عايز. من الحاجات برضو اللي احنا عايزين نقولها في الانيميتور، احنا شفنا ازاي ان انا اعمل موف، وممكن اعمل موف من هنا، يعني اديله مقاس معين. لو انا عارف مثلا ان انا عايز احرك في الاكس مثلا 100، في الواي 200، في الزد 300، ابدا اتحكم من هنا. تمام، برضو الروتيت والسكيل، وبرضو شينج كولر. ممكن تكون انت مثلا عايز تغير اللون بتاعه لاي لون انت عايزه. تمام، ممكن تحدد من هنا اللي هو الريد والجرين والبلو، وممكن من هنا الشفافيه بتاعتي احدد مقدار الشفافيه. ممكن مثلا في عنصر معين عايزه يبقى شفاف خالص، وبعد كده يظهر معايا بشكله الحقيقي اللي هيبقى معايا في قلب المشروع. تمام،